السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحاول الخوت ندوزو من الطريق فاش غادي يدوز داك البياشينيس ومن تما ندوزو واش كيقولوا لي من تما ندوزو الفو اكسبريس يربيك داك شحال هادي ما صورنا عليك نشوفو فين وصلوا. كما كتعرفوا بان مدينه اكادير غادي يديروا فيها هذه الحافلات العاديه الجوده اللي بعد ما قاموا بالتهيئه ديال هاد الشوارع اللي غادي يدوز فيها هاد الخطوط هادو تقريبا واحد 15 كيلومتر واللي خدموا فيها ثلاثه ديال الشركات. كانوا الناس كيتسناو لي شي حافلات اللي هي عاليه الجوده، ولكن للاسف فاش بريزونطاو تما حدا شارع محمد الخامس حدا قريب للولايه بان بانهم حافلات اللي هي عاديه الجوده. وراك شفتوا التعاليق ديال الناس ديال اكادير على داك الشيء. وبان بان الهضره اللي كنا كنقولوا بان نورمالمون ضيقتوا الطريق كان خاصنا الترامواي، غير هو راه اني جامي تروطر باش يدير الترامواي. دابا هي راه كاينه، ويلا بغا يديرو الترامواي راه خصهم غير داك الوسط يديرو فيه الترامواي صافي. نورمالمون مدينة بحال اكادير كتستحق الترامواي. باش فايت انا كازو باش فايت انا الرباط، مدينة اكادير راه مدينة كبيرة ماشي زعما شي مدينة صغيرة، وبزاف ديال المدن في المغرب خاصهم الترامواي ماشي غير اكادير. مراكش خاصها الترامواي، فاس خاصها الترامواي، مكناس، طنجة، بعدا غير يديرو بعدا غير في هاد المدن بعدا لي فيهم لا كوب دي موند. الترامواي بعدا اولا صديق للبيئه، انفايرمنتلي فريندلي بمعنى الكلمه لانه يعني كيمشي بالضوء. ثانيا كيهز اكبر عدد من المسافرين. ثالثا سير لو بلون ديال حتى المنظر كيكون زوين، ولكن كتبقى احسن وسيله للنقل اللي خص المغرب دابا يفكر فيه وهي مترو الانفاق. هذاك هو تبارك الله ما حاضر كاين هنا واقفين كيكون بوليسي وجوج ديال سميتهم بوليسي كيكون ما كان عنده غير الميليسيون وجوج كيكونوا عازين دوك الكراش. كما قلنا نرجعوا لهذاك اسمي كيبقى هذاك مترو الانفاق هو الحل الامثل الازمه ديال التنقل. دوك القطارات الجهويه وداكشي داكشي يمكن غادي يديروه في كازا الرباط دوك القطارات الجهويه. عليه قادر يالله قال بسم الله في هادشي ديال الطرقان. فاش بديت باش نعطي بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا بور لا بروميير فوا، هادي بالنسبة للبلاصة فاش بديت دابا خدمتها الشركة ديال فياس ستام، شركة مغربية شركة فرنسية ولكن فياس ستام هو الفيليير ديالها زعما تابعة ليها. الشركة الأم يمكن هي فياس، المهم شركة فرنسية عندها لابرونش هنا في المغرب. جيت اير خدمات الشطر الثالث تا هي شركه فرنسيه عندها سميتو ديالها هنا في المغرب تابعه لبويب. وبالنسبه للشطر الاول فاش دايزين حنا دابا ان جي او تا هي مغربيه تابعه لفرنسا. زين بيعاد هو الباب ديالو اللي بغا يدخل ليه. دابا راه غادي يكون خاوي واحد شويه ماشي بحال الصيف كيكون عام. بين المشاريع المعطله في مدينه اكادير هاي المكتبه الوسائطيه، كاين شي مشاريع معطلين.
صحابي تقاد عليهم هاد الهبل هذا الا بدا داك البياشينس. هنا غادي يكون داك الباركينغ سوتيران، لكن واش سالاو ولا ما سالاوش؟ راه ما سالاوش، باقي خدامين فيه. فاليديز وازو التوام بين المشاريع اللي معطلة في اكادير، 60 عام هما كيقادو فيه مازال هو يسالي. هنا فين بريزونطاو هذاك الحافلة العالية للجودة في هذه محطة الولاية، وجايين دوك صحافة المرقة ودوك المطبلين والغياطة.
الوالدين بشي شحال من مليار الطوبيس، 500 مليون الطوبيس ولا شحال ولا طوبيس. ومن تما ما بقاوش بانو. هما دوك اكادير سمع الساعه من الجمعه حتى هما راه عيقوا الا كيتفرجوا في هذا الفيديو ديالي ولا كاع ما كيتفرجوش. شي واحد عنده سميتو سيفط لهم الفيديو راه عيقتو لونسيو البروجي لونسيو البروجي راه ماشي ثاني تاع السيف الجاي بداو سميتو لونسيو البروجي باش تبدا التروازيام ترونش من سميتو من اش كيقولوا ليه من الممر تحت ارضي ديال تيليله ثالثي كيوين بس صافي داكشي سالي في 2020 في 2025 ولا على الاقل بعدا من قبل من الصيف تكمل ثالثي كيوين. صيدلية النية والحاجة المقضية ورا انزا دابا الفيديو اللي هز لي انا هو لافوا اكسبريس اللي كنتسنى انا دابا قبل ما هذيك لافوا اكسبريس غنجيب لكم واحد الدوره تما في ديك المداره ديال مداره اللي غيديروا فيلا شوفوا تما اللي بغا يطلع لي غيديرو فيلا عرفتاش كيتسناو هادي يديو لنا هادوك المتاجر الجداد ديالهم Cool.